بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. في ختامنا الاستعراض متأني لسورة الفرقان، من ضمن طبعا الاستعراض كان وقفات كتيرة جدا مع أوصاف عباد الرحمن وتوصيفاتهم وإزاي نكون منهم وزيهم، لكن السورة كلها بتختتم بآية بتتكلم عن التكذيب. طبعا ده مش من قبيل الصدفة، يعني بعد الكلام عن الأوصاف وإزاي الإنسان يكون من عباد الرحمن وإزاي يعمل زيهم وإزاي يترقى ويستخدم الأدوات عشان يوصل لمراحل مختلفة، وكل ما يوصل لمرحلة ما يقفش، لا يعتبرها سلمة وينط على المرحلة اللي بعد كده لغاية لما يترقى يبقى للمتقين إمام. فصورة بتختتم بآية بتتكلم عن التكذيب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الوقفة دي لازم تخلينا ندور على أهمية الموقف، أهمية ان انت يجيلك يتعرض عليك نور، يتعرض عليك هداية، فتكذب، فتقول لا، فتقول الكلام ده مش منطقي، الكلام ده مش لا يصدقه عقل، لا 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 ما صدقش، ده كلام غريب، ده كلام عجيب. انا بقول الفاظ، وعلى فكرة الفاظ دي انا اقصدها، لان الالفاظ دي جايبها من القرآن، لان الكلام اللي جه على لسان المكذبين والكفار والمشركين كان كده. تعالوا نروح من اخر سورة الفرقان لاول سورة قاف ونسمع كده المولى سبحانه وتعالى وهو بيحكي عن عملية التكذيب. تعالوا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله العظيم. ايه القصة؟ تعالوا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم مرة تانية ورحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. اهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. نقلة، توقيع، ختام سورة بيتكلم بعد المشوار ده كله في سورة الفرقان على التكذيب. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت الانتباه وبيشد النظر والآذان ان خدوا بالكم. محور وفلسفة القصة دايما كده، انه يتعرض على البني آدم القضية، أيوة، فيكذب رغم علمه ومعرفته أن القضية دي قضية إلهية ونور إلهي ورسالة سماوية، ومع ذلك يكذب ويخضعها لمنطقه المجرد أو منطقه البشري المحدود أو الضعيف أحيانا. إيه حكاية التكذيب وليه مهم جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يختتم الآية كده، وليه إحنا عملنا المشوار ده لسورة قاف؟ تعالى نبدأ كده مع السادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. أولا اسمح لي أحييك على النقلة لسبب واحد، لأن بعض المؤمنين بيطمن بإيمانه، ولما تقعد تتكلم معاه في موضوع ان بعض الناس رفض حكاية البعث وان بعض الناس رفض حكاية استعراض الخلق، يقول لك لا احنا ما لا احنا ما دي دي لا زي ما انا بعمل كده يعني، فاهم؟ لا ايه، طب قول. هو اساسا ما اداش فرصة لنفسه يعرض عليها وقائع القرآن، وما فيش حق النفس ما هياش كبيرة على انها ممكن في لحظة تغلط غلطة كفر او غلطة شرك. لما اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن موضوع الشرك، خد بالك بقى من التليفونات اللي جايه. الناس متصوره ان الشرك ده حاجه تافهه. دي المصيبه الكبرى اللي احنا فيها. ان واحد بيقول لك هو المشرك ما هو لازم يطلع من النار يدخل الجنه. فاهم؟ يعني بقت القاعده عند الناس ايه؟ ان المشرك دي ايه؟ حاجه بسيطه. حاجه بسيطه، ده مش كافر.
ده مشرك وبيقولها لك كده. يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني يقول لي انت الاستاذ علاء واخدين مش عارف كام و80، فاهم انت؟ ده مشرك يعني، فاهم؟ بيعملها كده حاجه صغيره. تصدق لا يا دكتور. طب هشوف يعني. طبعا انت عارف انا ما بحبش برضو يعني موضوع الصدف ده. النهارده الصبح في الجرنان انا قاري مقاله للدكتور محمد عماره بيتكلم في مقاله قصيره جدا بس مركزه جدا، بيتكلم فيها على الفهم المغلوط عند اغلبيه الناس على كلمتين موجودين في ايه من ايات القران، الا اللمم. ايوه، انهم ده حاجه ان دم مباح ومسموح ما دام ربنا استثنى قال الا اللمم. يعني يلا يا سيدي اعمل شويه سيئات من الصغيرين دي، يلا دي براءه ما عليهاش عقوبه. ما لهاش عقوبه. قال مين قال لكم الكلام ده؟ لا عليها عقوبه بس ربنا بقى يعفو ولا ما يعفوش. هو بدليل عارف عارف دليل ان فيها عقوبه ايه؟ اصلك لازم تكمل الايه للنقطه. وكلمه النقطه اقصد بيها ايه؟ ان ممكن تكون ايه وراها ايه وراها ايه، او زي ما انت قلت في المطلع هنا في مطلع الحلقه دي، ان ممكن اوقع من ايه من صوره لصوره. اسمع كده بعد الا اللمم ان ربك واسع المغفره. لو اللمم دي حاجه يعني مش ذنب ما عليهاش عقوبه ما كانتش تبقى محتاجه مغفرة. مش مغفره، واسع المغفره. لان الفهم شوف كاني بالله تبارك وتعالى عايز يقول لك انا عملت لك صيانه احتمال لفهمك الخاطئ، انك انت عشان البعيد هتطمن هتعمل ايه؟ هتقع فيها كتير. عارف اللفظ العربي ايه؟ يقول لك بيلملم. ايوه، لمم ولمم 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 ولمم، هتبقى ايه؟ كارثه، هتبقى شيله تقيله جدا. وعشان كده واسع المغفره، عشان كده الميزان اتقال فيه كلمتين. خد بالك، بص انا جالي تليفونات وانا برضو ايه يعني عايز اقول ايه، انا مش هرد على التليفونات غير بعد 3 4 حلقات، بس عايز اقول لتليفون معين منهم اللي هو بيدعي ان هو مدرس في جامعه الازهر، بقول له راجع النصوص القرانيه، انت راجل كلامك يدل على انك ما انتش فاهم قران. وانا بقولها له علشان هو بعت لي الرساله من باب النصح يعني. انا بقول له اهو لوجه الله تبارك وتعالى، انت ومن على شاكلتك، انت بتورطوا الناس في مثل هذا الفهم الخاطئ. وانا بحيي الدكتور محمد عماره ليه؟ بالله عليك الفهم الخاطئ ده عانينا منه في ان واحد طلع قال لك ايه؟ القبله لمم والسيجاره لمم والسيجاره في رمضان لمم. ده مش لمم، دي بلاوي سودة. ده هو الكلام ده هو اللي بقى لمم بصراحه، الموضوع لملم. فانا بقول للناس ما تستعجلوش لما تلاقي راي يخالف اللي انت حفظته. ارجو ان هم يفهموا كلامي بقى، عشان احنا كده وصلنا لمرحله مش هتبقى ظريفه بيننا وبين بعض. اللي انت حافظه مش اللي انت فاهمه. ها، لما تلاقي راي بيخالف اللي انت حافظه اقف وراجع الراي وراجع ايه؟ قران. يا دكتور ما دي مخرجات نظام التعليم عندنا ونظام الثانويه العامه بتاع التلقين ومفيش فهم. الثانويه العامه علاء، انا بحكي ثم التعليم الاجنبي. انا بحكي للاخ ده على الموقف، وانا يمكن حكيته لك اكتر من مره، صفحه كامله في فقه افهم، قال لك لا انا هحفظها. طبعا لما هو يحفظها هيحصل ايه؟ لو وقعت منه كلمه من الحفظ باظت الشغلانه. باظت الشغلانه. فانا بقول لهم اهدوا شويه واشتغلوا مع، احنا شغالين لوجه الله تبارك وتعالى ومطولين بالنا قوي، فما تستعجلش. انت بتعمل لي بتقول لي مشرك، ده مشرك. انا هثبت لك النهارده ان المشرك حرم الله عليه الجنه. هتطلعه برضه من النار ازاي بقى؟ عايز افهمها يعني، عايزين نتعلمها بقى. فانا بحييك على النقله ليه؟ لان كلمه لما تسمع انت، شوف انت زي ما انت قلت في الاول، انت ماشي ايات كانت مخليانه في السماء السبعه، صح؟ صح. ومقابلها كان يخليك في تخوم الارض السابعه برضه. فالمولى عز وجل استعرض لك بطريقه مبدعه، قال لك ايه؟ بعد ما خلص كل الصفات بتاعت عباد الرحمن والنتيجه، ها؟ اولئك يجزون الغرفه بما صبروا، حط خطوط، ويلقون فيها تحيه وسلامه، راح قايل ايه؟ قل ما يعبأ بكم. ده انا قلت لك دي كانت بدل ايه؟ ان استعرض لك مقابل كل هذه الصفات. لا، خليك واعي ان انت اللي يهمك في الاخر ايه؟ النتيجه. قال فقد كذبتم، قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا ايه؟ دعاؤكم، اللي هي توقيع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانت بتوقع توقيع يا علاء، انت مش بتوقع توصيف في الحقيقه، انت جيت من من الفرقان للقاف، انت بتوقع توقيع. التكذيب كان عباره عن ايه؟ انا بقول للناس اسمعوا الكلام في نقطه لوجه الله،
ما تستكبرش نفسك على انك تكون قد كذبت. انت ما كذبتش، لكن ما انتش ضامن سكرة الموت هتيجي ازاي. انت مستسهلها. بفكرك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله إن للموت لسكرات، ولا إله إلا الله إن للموت لسكرات. أي الروايتين بقى عشان إيه نبقى بره الخلاف. شوف لما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن تفهم جيدا أن ما من نبي يموت إلا ويرى مقعده من الجنة ويخير، والحديث صحيح. ده أي نبي، مش خاتم النبيين وإمام المرسلين، لا ده أي نبي هيموت بيرى مقعده جزاء ما عمل، نتيجة اللي عمله، واصطفاؤه ما كانش بإيده، ده بأمر الله تبارك وتعالى. ويرى ويخير يا علاء إن هو يقبض ولا لا، ولا لا. وهو ولما هيقبض رايح فين؟ هو بالقطع رايح الجنة. لما تفهم الحديث ده وتسمع الصحيح أيضا أن الرسول عالج سكرات الموت وعانى من سكرات الموت. وأنا في تصوري أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت كان إشفاق مش على نفسه، والله الذي لا إله غيره، هذا شعوري، ده بيقول لنا علينا والله، ده إحساسي أقسم بالله. يعني بقول لكم إذا كنت أنا النبي الخاتم برافو عليك، بس أقولها لك برضو بالطريقة الذكية في الاستعراض. زي القرآن ما قال قل ما يعبأ بكم ربي فجأة كده، ما هو ده عرض بديع. برضو الرسول عرضها لك عشان علاء يقول إيه. إذا كان الرسول ما قالكش بقى خد بالك يا علاء هيحصل لك، وانا لكنه قال مره قال اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني انا تعبي بايه؟ باتنين. والقران استعرض دي. اذا لاذقناك ايه؟ ضعف الحياه. دي خصوصيات في الانبياء والمرسلين. انك لو غلطت تاخد ايه؟ ولو هنا حرف امتناع لامتناع، يعني مش ممكن هيحصل. لكن لو يعني تاخد عقابين. وعشان كده الحكم ده دخل فيه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. بالظبط كده، بالظبط كده. ما هي زوجة نبي، زوجة رسول، وبقت رمز وام مؤمنين. كده فاللي تعمل خير تاخد ضعف الثواب، واللي تعمل شر ضعف العذاب. فلما الرسول يقول اني ويوقع القران بقى اني لاوعك كما يوعك ايه، يبقى الواحد مننا هيوعك كما يوعك كم راجل باللي احنا بنعمله. ولما يقول لا اله الا الله إن للموت والله إن للموت لسكرات، أقسم بالله العظيم أنا أستشعر في هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشفاق على الأمة، إشفاق على أمته. وبفكرهم تاني أنه صلى الله عليه وسلم ساعة رأى بعض الأمة في رايح على النار، لما قال اللهم أمتي دول أمتي، قال له إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لما تسمع اللفظ ده في حديث صحيح، يبقى الناس اللي اتحجزوا عن الرسول دول رايحين فين؟ رايحين النار. وهيطلعوا يخشوا الجنه. بتتكلم في ايه انت؟ بتتكلم في ايه انت؟ عايز توصل لايه؟ انا كنت هقول لك دلوقتي جمله كده وهاجل الكلام فيها لاخر حلقه في التوبه والاستغفار. هل يا علاء في دين من اله حق؟ انا سامحني هوقف هقول لك، في ناظر مدرسه مش اله حق. ناظر مدرسه يقف في طابور الصباح يقول للعيال اعملوا اللي انتوا عايزينه، ما انتوا كده كده هتتضربوا، ده يبقى ناظر؟ اعملوا اللي انتوا، امال انت جاي لهم ليه؟ في اله حق يبعت رسول والرساله بتاعته دي يتقال عليها ما قيل في القران وفي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لك اعمل اللي انت عايزه، ما انت كده كده داخل النار، امال انت جاي ليه؟ امال انت بعت لي رسول ليه؟ تخيل ده منطق المسلمين النهارده، احنا كده كده داخلين، احنا كده كده رايحين. ما هو عايز اقول حاجه، لا ما تقولش، بس استناني اسمعني للاخر عشان خاطر انا بسالك سؤال رد عليا. ريحني بقى. في كده؟ لا في منطق، بلاش دين. في منطق كده ابعت لك رسول يقول لك اعمل اللي انت عايزه، ما انت كده كده ايه داخل النار. طب انت جاي ليه؟ امال فين البشاره بتاعتك؟ فين بشارتك وفين تحذيرك؟ لما يكون ده مفهوم الناس، اخده واروح القران ما الاقيش ابدا غير ايه؟ ده انا قلت له اللي مش عاجبه الكلام، اللي بيقول انا مدرس في جامعه الازهر، بيقول لي ايه؟ اهون على الناس انها تدخل النار. تخيل الخيبه. اهون؟ انتوا كده بتقنطوا الناس. بنقنط الناس من ايه؟ يا بني ادم افهم، احنا بنقول لك توب الى الله تخش الجنه، مش احنا اللي بنقول ده، القران.
هل من سبيل الصدفة دي كلمتك ان رب ما يستعرض لك في عباد الرحمن؟ هل بالله عليك لما كنا زمان بنشتغل مع بعض وبسألك سؤال كنا مش عارف في نادي ايه واقول لك علاء متوقع ان في عباد الرحمن يستعرض كبائر؟ قلت لي لا طبعا. فاكر لما كنا لسه بنناقش هنشتغل عباد الرحمن ازاي؟ كنا في نادي حاجة واحنا خارجين من النادي قلت لك تتوقع ان لما استعرض لك عباد الرحمن استعرض لك كبائر؟ قلت لي المنطق يقول لا. أيوه. لانك انت بتتكلم في ايه؟ صفوة الصفوة. دول يكعبلوا يقعوا في حاجات صغيرة جدا لكن ما يقعوش في الكبائر. ولما يجي يستعرضها لك القرآن ويقول والذين لا ولا ولا لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، والثلاثة دول أنا قلت لك دي أمثلة صح؟ قال لك ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب عشان عمل إيه كبيرة صح؟ إلا ها قولها لي أنت بقى معلش عشان انا اقولها بعد الفاصل. لا والله لا انت قايلها قبل الفاصل. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله ده انت المفروض تسعى للتوبه سعيا وتقول يا رب وقعني في التوبه ونسيني حته النار دي. نار ايه؟ نار ايه اللي انا استمر على المعصيه وادخلها ويا عالم بقى؟ ده انت بتتكلم في احاديث تقبل التكذيب والتصديق. ما انا هو كنت هقول لك ان هو مش ذنب الناس، ذنب اللي علمهم واللي درسوا لهم، ودي نقطة هنقف برضو فيها مرة تانية بعد الفاصل. تابعونا مرة أخرى. أهلا بحضراتكم مرة تانية. اللي احنا اتكلمنا فيه قبل الفاصل مرده إلى من ينقل الرسالة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نورها. الرسول قال بلغوا عني ولو آية، والمفترض إن القرآن الكريم بيتكلم عن التفقه في الدين، انه هيبقى فيه طائفة بس هي اللي ايه هتتفقه في الدين وهتنذر قومهم اذا رجعوا اليهم، يبقى دول عليهم مهمة كبيرة جدا جدا بعد الرسل والانبياء. انت عندك نور وهدى وعلم مطلوب ان انت توصله وتفهمه للناس. فلما يبقى واحد مفروض ان هو في مكان زي الازهر وبيدرس وبيتعلم ويتفقه ويبقى مش فاهم صح، يبقى خطب الجمعة وخطب المساجد وأيضا بعد انتشار الفضائيات المنابر الكتيرة اللي في الفضاء هيبقى فيها كلام مش مظبوط وهيبقى فيها فهم مغلوط عن قضية مهمة جدا. أنا بكلمكش عن حاجات من اللي فيها صغائر الخلافات بين الفقهاء، ده يجوز لا مكروه لا مش عارف، لا أنا بكلمك أنت داخل جنة ولا داخل النار، اللي هي لب القضية. لما الناس جت فسرت وإن منكم إلا واردها لغاية النهاردة، خد بالك آخر درس أنا كنت فيه وبتكلم على مسألة، قال لك لا لا استنى يا دكتور لا ده الكل داخل. أنا أنت عارف بحب قوي يكون عنده آية ولا حاجة يعني جايز هات ما عندك. قال وإن منكم إلا قلت له خد بالك محمد صلى الله عليه وسلم منكم هتدخله النار. فالراجل إيه صراحة يعني قال لي آه صح طب أمال إيه؟ ده مسألة بقى الورود، ده مشترك لفظي معناه إيه هنا؟ زي حكاية الروح، لما واحد يقابلك ما معنى الروح؟ أنهي روح؟ لازم تقول لي الآية. فلما تعرف إن الورود لا يعني الدخول أبدا في اللغة، فلما ورد ماء مديا ورد يعني إيه؟ هنا ورد هنا يعني إيه؟ وصل راح عند المية يعني. لكن لا يمكن تقول لي دخل ماء مديا، يعني موسى خلى الناس واقفة بيعبوا المية كده راح قافز في المية، كلام مش منطقي. وإن منكم إلا واردها، الورود يعني إيه؟ المرور. واحنا قلنا الصراط المؤدي الى الجنه شريط مضروب على متن جهنم يمر عليه الصالح والطالح، لكن حتى الصراط يختلف بين الصالح والطالح. ودي عظمه الصراط، ان هتلاقيه عريض جدا بالنسبه للصالحين، فمش هيمشي يتكعبل ولا يتكعبل ولا يقع ويصل الى الجنه بس بعد ما مر على ايه؟ على النار. وحمد الله تبارك وتعالى على ان رساله محمد صلى الله عليه وسلم او عيسى عليه السلام او موسى عليه السلام او 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 او, أو لغايه ادم، وانا بعمل صيانه احتمال ان في ناس امنت بالرسل على الوجه الحقيقي في كل امه في كل عصر، اللي امن على الرسول في كل عصر في الجنه، بس هيحمد ربنا عشان يشوف حلاوه ايمانه عملت ايه، أنقذته من إيه؟ من هذه النار. إلى أن يأتي القرآن بآية علاء تطمنك تقول طب وأنا لما هعدي وأنا سامع إيه؟ تكاد تميز من الغيظ، طب ما أنا يمكن تلفحني لفحة ولا حاجة. يقول لك في حقك إن شاء الله وفي حق المؤمنين والمتقين لا يسمعون إيه؟ حسي مش حسها حسيسها. فإذا علاء خاف وهو بيقرأ
تكاد تميزه من الغيظ كلما ألقي في، يقول لا ما أنا وأنا معدي عليها جايز التميز ده، ما أنا فاهم لغة، ما أنا مشكلة علاء إن أنا فاهم لغة، تميزه من الغيظ يا نهار أبيض، تقوم لفحاني لفحة تضيعني ها. يقول لك لا، لا يسمعون حسيسها، اسمع اللي جاية أحلى، كأنه هو معدي وهم فيما اشتهت. شوف يعني كأنك وانت معدي بيوصف لك حال المتقي، حال المؤمن. أصل لا يستويان أبدا، مش ممكن ده يبقى زي ده. احنا لما اشتغلنا الزاريات قلنا القرآن فرق علاء بين فريقين بلفظين غريبين جدا، قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأما من خاف مقام ربه ونهى النهي عن الهوى. النفس أنا قلت إيه؟ ونهى النفس عن الهوى. ها؟ هل اللي طغى زي اللي خاف مقام ربه؟ طب تفهم لما تسمع، مش هقول لك، مش هعرض عليك كلمة طغى غير لما هعرض عليك خاف مقام ربه. يبقى طغى يعني إيه؟ ما خافش مقام ربه. قل أدبه. تطاول. لما قلت له ربنا قال لك يا عم يحلها ربنا، ربنا إيه يا عم بس خدنا على جناء، مش كده؟ وما قدر الله حق. مش كده؟ ده خاف مقام ربه. او ده خاف مقام ربه وده طغى. عايز يسويهم ازاي؟ في 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 سوره القلم ربنا بيسال سؤال استنكاري، ها افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مش كده؟ طب اسمع دي لما توقعها ايه. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. انا نفسي اساله سؤال، يعني ايه لا يستوي؟ انت عارف يا اخي ده بتوع المنطق مش بتوع الدين، بيقول لك النقيدان ها لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما ينفعش أصحاب النار يبقوا في يوم من الأيام إيه؟ أصحاب جنة. إزاي؟ يبقى اللفظ ده في حاجة مش مظبوطة. أنت بتقول أصحاب النار. عندك سورة الأعراف بقى فيها مشكلة وقال لك أصحاب الأعراف. لا والنبي بلاش دي خالص. بالله عليك خليها دلوقتي على جنب خالص. ما أصل القضية شائكة بقى. ما هي مش شائكة ولا حاجة، بلاش دي. لحسن دي هم فاهمينها بالمقلوب. بلاش دي. هنقولها في وقتها بس اصحى معايا. لما تيجي تسمع فقد كذبتم، صح؟ انت عايز توقعها في قاف مش كده؟ هجيبك تاني حتة صغيرة في النازعات. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ ايه واجفة. خد بالك احنا برضو بس ما تزنقنيش، احنا في حاجات بنفوتها بالاتفاق. طيب أبصارها، أبصارها دي راجعة على إيه؟ الها راجعة على إيه؟ على القلوب. هقول تاني، يوم ترجف الراجفة، ما تبصليش ومش هقول، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، بس أنا بصحصح الناس، قلوب يومئذ واجفة. أبصارها اللي هم مين؟ أصحاب القلوب ولا القلوب؟ لا القلوب، لأن لو كان أصحاب كان القلوب لا او مش كده كتبت ابصارهم ضمير صح اللي هو الضمير الانسان العاقل. عدي بقى ابصارها خاشعه. اسمع دي، يقولون زي اللي عندك زي التوقيع اللي انت هتقوله. يقولون ائنا لمردودون في الحافره. ما هو ده غباوه، عشان ده لما اتعرض عليه القول ما فهموش. هو هنا بيقول ايه؟ شوف بقى الجهل، الجهل مات مات على جهل. فلما بعث هو كان مكذب بدي. المفروض لما يصحى يقول ايه؟ الله ده البعث حق صح؟ قال لك ايه ده؟ انتوا هترجعونا الدنيا تاني؟ أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة يعني ايه؟ لما تمشي في الطريق مرتين تحفره. فالدنيا سميت حافرة كأنه عايز يقول انت مرجعني تاني، انا مشيت مرة فلما امشي التانية هتبقى ايه؟ فاهم انت؟ فاهم. قالوا تلك اذا كرة خاسرة. قل له متشكر قوي، كتر خيرك. أول مرة يعترف إيه؟ بالحقيقة إنه لو أعيد تاني هيعمل إيه؟ نفس اللي عمله. ده هو اللي بيقول. قالوا تلك إذن كرة. قل له أبوسه. صح؟ قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة دي الأرض بتاعت المحشر. ساهرة ليه؟ قاعدة كده وروقان وسهرة يعني. بس مش عايز اقول المعاني التانية. فاذا هم بالساهره. اذا انا ما بعثتهمش سبحانه وتعالى جل شانه، انا اسف في اللفظ، لم يبعثنا الله عشان نخش الحافره تاني
عشان نبدأ دنيا تاني. انتوا بتستعبطوا؟ ده استعباط بقى ولا ايه؟ ده انت كنت مكذب بعث، وانت دلوقتي هتقول وهنشرح. انت كنت مكذب بعث، فلما بعث قال لك هو انت هترجعني دنيا؟ مين قال لك؟ لانه مستبعد تماما ان في بعث وحساب وجنه ونار. عارف يا علاء بقى، يا مستبعد يا مش عايز، يا اما مستعبط يعني. مستعبط يعني. عايزين نعيش. انا عايز اعيش الناس في الايات ليه؟ انا قلت لهم لفظ ارجو ان احنا نعيشه. درب نفسك على سكره الموت، درب نفسك على سؤال القبر، درب نفسك على الحساب، درب نفسك على الوقفات دي. انا بسالك سؤال يا علاء، بس رد عليا بمنطق. القران بيستعرض الاحداث دي ليه؟ عشان نتسلى ولا عشان تعرف اللي هيحصل فتدرب نفسك عليه فتنجو؟ تمرين. تمرين. تعرف اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. اعرف ناس بتحكي لي تجربه بسيطه جدا ورغم بساطتها بتخض. يقول لي لما ساعات يعني اسمع حد بيتكلم عن الموت، اتكلم عن حد بيتكلم مثلا عن القبر، عن ظلمه القبر، قال لي بتخض وبقول ليه الانسان بيستبعد دايما ده؟ مشغول بالدنيا وكل ما يصير الموت او تقول يا عم ربنا يحلها ايه وقتها. فجربت تجربه كده صغيره، دخلت اوضتي. ايوه احنا كنا قلناها في الرحمن، احنا كنا طلبناها من الناس في الرحمن، قلنا يا جماعه ادخلوا اوضه واقفلوا النور كله وتغطى، وفي سريرك الناعم الجميل اللطيف والاوضه اللي انت عارفها ومتعود عليها، وخد اللحاف كده وتغطى. أيوة. حطه على وشك وعلى عينيك وعلى نفسك في الضلمه واقعد خمس دقائق واسال نفسك عملت ايه النهارده. مش هقول لك 20 سنه 40 سنه 60 سنه، عملت ايه النهارده؟ مره واحده. انا كنت عملتها في الرحمن معاك، ما اعرفش انت فاكر ولا لا، طلبناها مره في الرحمن. اسال نفسك النهارده. خد بالك اسئله القبر علاء خطورتها منها كلها اسئله عقيده اللي الناس ما عادتش بتشتغلها. وانا بكرر الكلام اهو، هل السؤال في الاول سؤال في القبر من الله؟ لا، لو من الله كان لازم يوزع عليا الاجابه. انما ايه؟ من ربك انت؟ والاجابه هتختلف بالنسبه لكل واحد مننا. اتنين نايمين جنب بعض كده، واحد هيجاوب صح وواحد هيجاوب غلط. هو بيسال علاء بيقول له طول العمر ليك يعني، بيقول لك ايه؟ كانت عقيدتك ايه في هذا الرب؟ من ربك؟ كفي الخطاب اهي؟ يعني السؤال ده ايه؟ ليك انت. اسمع التانية، ما دينك؟ كفي الخطاب اهي؟ ما قولك في هذا الرجل؟ كفي الخطاب اهي؟ قولك انت. صح؟ لو جاوبت التلاتة هيسالك سؤال رابع بالكاف برضه، ما عملك؟ كاف الخطاب اهي. وانا قلت في عملك، مش هتقول لي محامي او مذيع او دكتور او استاذ، لا. عملي الاجابه على السؤال ده اللي ما بتحصلش دلوقتي، قرات كتاب الله ان كان توراه او انجيل او قران، فامنت به وصدقت. يعني ايه؟ يعني عملت، طبقت. برافو عليك، امنت به وصدقت. لما القول، لما التصديق يصادق على الايه؟ على القراءة. على الإيمان بعد القراءة، يبقى عملت. يبقى عملك كان ماشي وسط ما وقر في القلب وصدقه العمل. وصدقه العمل. يبقى أنا بقرأ علشان أنفذ، مش بقرأ، خد بالك بقى، عشان أتسابق في القراءة، أو علشان يتقال إن علاء عمل مدرسة قراءات، أو محمد بيشرح كويس، أو محمد شاطر في التفسير، نبقى خايبين. إذا احنا ما طبقناش على نفسنا قبل الناس نبقى في النار، والنار دي ما فيهاش خروج. ودي أحاديث خلصانة برضو، وده على فكرة ده حديث مش آية، ده حديث. العالم الذي لا ينفعه علمه. فالمسألة انك بتقرأ ليه؟ أو يحول هذا العلم لوسيلة استرزاق وتكسب. ما هو لهدف. لا لهدف مجرد، يعني أقصد إيه؟ اقصد انت ممكن تشتغل وليك دخل، لكن ان انت تبقى هدفك ونيتك الاساسيه تبقى انت كده عملت ايه؟ وقع لي الكلمه اللي انت اللي قلت، وقعها لي دي كده. يبقى عمل ايه الراجل ده؟ ده نوع من النفاق، ده شرك. وشرك صح، والله شرك. وادي خطوره الشرك بقى يا عم الشيخ، ان الشرك بيجي في حاجات حتى علاء وهو بيقول ما كانش متوقع ان فيها شرك، مع ان علاء يعني بيضرب المثال ايه؟ 10 على 10، إن الراجل ده عمل حاجة بنية تخالف، فأنت وصفتها نفاق. ما هو المنافق مشرك.
ما هو المنافق مشرك. انت عارف ان في تطبيقات خطيره جدا ما انا مستني بيقع فيها ناس كتير. لا اديك امثله حتى من اهل العلم. اللي يبقى ما يديش محاضره الا لو خد فلوس, ما مش هقول درس او مش هنفع الناس الا لما اتقاضى كذا ويشترط, او ان انا معلش يعني اعمل خط تليفون مخصوص عشان اقول للناس اذا كنتوا عايزين تعرفوا كذا في الدين يبقى ادفعوا, تعرفوا كذا في الدين يبقى ادفعوا لي الجنيه مش عارف الدقيقه بجنيه ولا جنيه ونص. الكلام ده موجود في مجتمعنا ولا مش موجود؟ موجود. طيب بس انا اهو بنحذر ومحدش يزعل مننا ولا ذا الكلام, لا نهاجم احد, احنا لا بنهاجم بس بنوعي ولا بنزكي نفسنا. احنا اول ناس بنغلط, بس خدوا بالكم غلطه عن غلطه وغلطه بإفاق وعوده الى الله وتوبه. يا عم الشيخ اللي انت مش عايز تعملها عشان نخش النار شويه, ما ينفعش كده, ما ينفعش كده. الايات كلها تنبئ بايه؟ تنبئ بخطوره نقطه التلقي او التصور بعد التلقي. استعرض الايات بقى وانا اقول لك امشي بقى معايا اوريك الناس دي تلقت ازاي. وبيقولوا على عكس الحقيقه. قال هم اللي بيقولوا ده شيء عجيب ان الاله الحق اللي خلقك يبعت لك رسول يقول لك المنهج. ده العجيب انها ما تبقاش كده. طب الناس المكذبين والكافرين والمشركين دول ايوه ما سمعوش حتى من باب الاساطير التاريخيه الصحيحه. عارف مصداقا لكلامك لما تمشي في الايات شويه يقول لك كذبت قبلهم قوم نوح يعني عايز يقول خدوا بقى كنتوا اسالوا ايوه يعني اقروا ابحثوا. انتوا يعني ما جالكوش خبر ان في اقوام وناس صبت سابقه صبت جالهم صبت رسل, فلما جيلكوا نبي ايه العجيب في كده؟ ايوه قول بقى. طيب انا عندي طبعا اسئله كتيره في 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 المدخل بتاع سوره القصص. هناخدها بسرعه خصوصا ان هي جايه بقسم. ايوه والقسم بادئ بحرف, ودي قضيه اساسا يعني اتشاكل فيها ناس كتير من الفقهاء. الحروف المقطعه دي ليه سرها ايه؟ مش هنقولها دي مش يعني ما انا عارف. انا بقول لك عشان ما تخشش في الحته اللي انت متفق عليها وبتغيرها. خش بقى كمل بس بقى كمل اشاره صغيره كمل هكمل. قاف والقران المجيد في قسم هنا. انت عايز تقول فين المقسم عليه؟ بس هسالك السؤال ده بس بعد الفصل عشان بس نعرف نجاوب. طب يلا قاف والقران المجيد هذا قسم. ربنا بيقسم على ايه بقى؟ ايوه كلام بل عجبوا. الله 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 يعني الكلام راح على طول على موضوع. انا بسأل بقى فين المقسم عليه؟ هل هو مستتر ولا مؤخر وهيجي بعدين؟ تعالوا نتابع مرة أخرى بعد هذا الفصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فين المقسم عليه؟ قاف والقرآن المجيد وبعدين ربنا اتكلم عن تكذيب الكافرين واستغرابهم واستعجابهم ليه؟ لأن القسم هيكون على مقلوب اللي هم قالوه أو عكس اللي هم قالوه. إن أنا كإله حق بيقسم بأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, والمفروض كان يحصل إيه؟ إن هم يحمدوا الله أن جاءهم نذير, أن جاءهم رسول. قال لك إيه اللي حصل؟ يعني قاف القرآن المجيد لقد أرسلت كذا 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 بل عجبوا. يبقى هم عملوا إيه؟ مقلوب اللي المفروض يحصل. يعني كأن المقسم عليه شيء أو موضوع مستتر. موضوعه إن ربنا بيقسم إن أنا أرسلت لكم رسول عشان إيه ينذركم. وده الصح. وإن هذا هو الصواب. إن أنا يعني القاعدة القرآنية من هذا الإله الحق سبحانه وتعالى. وما كنا بالله عليك لما قريناها مرة وكنا مع بعض في حتة برضو مش عارف كنا في برنامج ولا إيه, وقلنا وما قلنا مطلق العدالة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. صحيح أدم نبعث رسول يبقى لما أجي عارف أنت بتقولها إزاي علاء؟ لقد أعذر من أنذر. أنت أنذرتني. أجي أقول لك ليه علاء ما قلتليش؟ هتقول لي يا راجل ما قلتلكش, ده انا باعت لك منذر, ده انا باعت لك رسول, ده انا باعت لك اعلان, ده انا مش كده؟ يبقى انا فانا يوم القيامه بقى او يوم ما اجي احاسبك او تحاسبني ما اقدرش اتكلم لان انت بعت لي. بس مطلق العداله الالهيه اهي. قال بل عجبوا ده هم المفروض كانوا يحصل ايه؟ لما يجي لهم الرسول تلو الرسول على مختلف الامم, لان هو بيهرنا برضه خد بالك هو هنا ان صح التعبير بيستعرض لك حاله موجودة مع كل ايه؟ نبي. اللي هم دايما القرآن بيسميهم الملأ.
ايوه يكذبوا دي شغلتهم انت فاهم ازاي. وخد بالك العرض القراني مبدع في ايه، ان علاء وهو بيقرا يقول الناس دي غريبه قوي، هم اللي بيقولوا ده شيء عجيب. العجيب ان انا ابعت لك رسول من جنسك تعرف تتفاهم معاه، مش طلبوا مره ملك وطلبوا يشوفوا ربنا، طلبوا حاجات مش منطقيه، هي دي اللي عجيبه، هي دي اللي غريبه، فاهم ازاي؟ فكلمه بل عجبوا ان عايز اقول لك ايه، لازم المؤمن لما يقرا الايه دي يقول ايه، يقول سبحان الله كيف يعجبون. ما خد بالك احنا ما بنوقعش ايات القران خالص، يعني احنا عايزين نعلم الناس وهي بتقرا حاجه لازم تقف وترد، يعني في اسئله قران ما بتتجاوبش خالص، انت فاهم ازاي؟ فاهم اه. يعني لما تقرا مثلا الم ياتيكم نذير قالوا بلى، تقول انت ايه؟ اللهم لك الحمد ان انا ايه صدقت، انا لو واحد من دول هعمل ايه؟ ما فيهاش فرصه ثانيه ولا ملحق ولا ملاحق ولا بتاع. هنا بقى بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، منهم شوف يعني عجبوا دي قدام منهم تبقى المفروض ما يعجبوش. لو جاي لك فجاه وانت قاعد كده في قريتك امن مطمئن وظهر مخلوق عجيب كده ملك، ايوه برافو عليك جاي برافو من بعيد، حلو قوي التشبيه ده، هتقول ايه ده اللي عجيب اه وعارف بقى هيكفروا ويقولوا ايه، ما هو ربنا ما بعت لناش حد مننا مقلوب بقى ده. بص هو مش عاجبهم العجب، عارف ايه بقى ده اللي حاصل في زماننا، ان محدش عاجبه حاله. يبقى توقيع الايه دي كل واحد مننا يفوق ويقول ايه على اي حال هو فيه الحمد لله الحمد لله، انما احنا ما بنحمدش الله سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم اللي هيعمل كده في المعاملات ممكن يقع فيها في العقيده او الشريعه، ولان هي عمليه ايه تدريب وتهيئه نفس لحاله معينه. وعشان كده بقول ما حدش يستكبر نفسه على الوقوع في المعاصي ويقول انا مؤمن. لما بنيجي نتكلم مع الناس في حته الايمان والعقيده يقول لك لا لا ده ملعبنا، ده احنا مؤمنين، لا بتتكلم في ايه، هو احنا هنعمل زي دول؟ احنا مسلمين يا عم، كل واحد قال لا اله الا الله دخل الجنه. طب فين حديث الرسول وان احدكم وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون الا ذراع، يبقى بينه وبينه بينه وبين الموت ايه ذراع، والذراع شبريل ها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ايه اهل النار فيحشر معهم. احنا احتطنا لدي، ما تستكبرهاش. وعشان كده بعد شويه في القاف هيقول لك ايه، وجاءت سكره الموت بالحق. خد بالك من كلمه بالحق، يعني ساعه ما هيخش ملك الموت هتعرف انت فين، لانه هو يعني الملائكه اللي جايين معاه والاكفان زي الحديث اللي احنا قلناه قبل كده، يبيض الوجوه يسود الوجوه، يسود الوجوه، يا اما وفد الجنه يا ايوه او وفد النار، مش كده؟ طيب سيب ده بالحق آه. خش على سكره بقى. ليه سكره؟ لان السكره بتعمل زي غيبوبه، فانت وانت في سكرات الموت مش هتبقى مسيطر على نفسك، فدرب نفسك بنفسك على الحاله دي، واكثر من شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في كل حالاتك وفي كل تغيير حاله من حاله الى حاله، اشهد وان لا اله الا الله عشان تبقى زي تدريب ليك. لو فاجئتك حاله السكره تبقى انت متعود انك لما بتتغير من حاله الى حاله بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وده الرسول اللي قاله لك، قال لك لما تصحى من النوم تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لما تقعد تقول، لما تقوم، ليه يا رسول الله؟ قال لك عشان تتعود انك لما تتغير من حاله لحاله تقول، فلو جات لك سكره الموت تقول، ولو قعدت في القبر للسؤال تقول. يعني ده اللي بيسموه الثبات الانفعالي. بالظبط كده. انه تدريب للناس، تدريب للنفس البشريه، لما تتعرض لموقف لما صعب، لما أيوة. تحطه تحت ضغط اندر بريشر، ما تلصش، بقولها بالبلد اهو، ما تتلخبطش، علم نفسك دي. لان خد بالك لما يقول لك بل عجبوا ان جاءهم ايه؟ منذر. منذر منهم، هو جاي ينذر. وده اول كلمه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ساعه لما ايه؟ ها. جمع قوم، لما قال له وانذر عشيرتك الأقربين. صح؟ يعني خد بالك أول كلام قال إيه؟ إني نذير بين يدي عذاب شديد، مش كده؟ طيب لما أنت تلاقي واحد جاي بيقول لك أنا جاي أحذرك، تفرح ولا تزعل؟ حسب أنا مين؟ آه طبعا تلقي، عيني عليك، صح.
برافو. في ناس الكبر والغرور انت يا عم جاي تعلمنا يعني انت جاي تربينا وتأدبنا. لولا ايه لولا ايه نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. احنا عايزين واحد عظيم هو اللي طيب انت اختيارك كده. طب شفت اختيار المولى عز وجل. طب واختيار المولى عز وجل ينفع يتناقش؟ ما هو ده كل ده لازم يدور. اوعى تقول لي في مؤمن هيخش الجنه من غير ما يدور كل ده في دماغه. هتسمع بقى كلمات طب واحنا مالنا احنا مؤمنين ومش عايزين وبلاش لغه وبلاش احنا مؤمنين ومش عايزين وبلاش لغه وبلاش والنبي شرح مش كده. ما ينفعش كده لان انت عندك سؤال في القران ما ساله الله تبارك وتعالى الا لان الاجابه عليه لها وقع تاني خالص. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فانا من السؤال ده عليا بقول للساده المشاهدين احنا مش عايزين علماء. مش كلكم هتبقوا علماء بس تبقوا عارفين. فلما علاء يقول اسمع انت مش مطالب انك تبقى عالم بس مطالب انك تبقى ايه عارف فاهم. ولان ده برضو بيرجعني لمسؤوليه العلماء في كل عصر من العصور عن بقيه المجتمع وبقيه الناس. وعشان كده قال الحكيم قال ايه قال اذا زل عالم ذل بذلته ايه عالم يغلط وراه. فعشان كده العلماء والدعاء لازم برضو ياخدوا بالهم قوي من اللي بيقولوه. ها كمل. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقف كده علاء. أإذا متنا وكنا تراب صح؟ ده شيء عجيب؟ لا لو قالوها كانت تبقى مقبولة. افهم كلامي قوي علاء. لو قالوا ده شيء عجيب كانت تبقى مقبولة زي الأولانية. ما هو قال عجبه إن الإنسان يتحول تراب؟ لا أإذا متنا وكنا ترابا. خد بالك في حتة محذوفة. هنرجع تاني ذلك رجع بعيد. ها؟ فلو قالوا الحكاية دي عجيبة كانت تبقى مقبول. غريبة كانت تبقى مقبول. ان الانسان اللي كان فيه حياة بعد ما مات تحول لكومة من التراب وبعدين ترجعه تاني التراب ده هيرجع بني ادم تاني يصحى. خد بالك من كلامهم بقى. مفروض يتقال اهو ده اللي شيء عجيب مش كده؟ قالوا ذلك رجع بعيد. يعني ايه؟ هيحصل بس بعيد. خدت بالك من خيبتنا من خيبتهم يعني. خدت بالك ذلك ايه رجع بعيد يعني انتوا اقرتوا بيه. ده انتوا اقرتوا بيه. طب هل مش ممكن يكون معنى كلامهم كده ان ده بعيد المنال بعيد الحدوث بعيد نسبه احتمال الحدوث. بص رجع دي تضيع دي تضيع المعنى اللي انت بتقوله في دي. رجع بس بعيد. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع ايه بعيد. الرد بقى من المولى عز وجل ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منه. يعني ايه؟ والله الذي لا اله غيره هذا ابداع ما نتصوره ولا نتخيله. شوف بيقول شوف رد الكلام ده بالله عليك. يعني هم بيقولوا ايه؟ ان احنا نموت ونبقى تراب ونرجع تاني بشر ومش عارف ايه زي انا لمردودون في الحافله ذلك رجع بعيد. يعني كلامهم احتمل ينقص رجل ما تشهدش ينقص حاجة التراب ده ينزل عليه مطر اتحركه من هنا ما يرجعش الواحد مننا يموت في البحر ويبقى التراب يختلط بالتراب. فاهم المعاني؟ يقول لك قد علمنا. علمنا هنا يعني ايه؟ علمنا مش يعني علمنا. والله الذي لا إله غيره ما أبدع هذا القرآن. قد علمنا ما تنقص الأرض منه. علمنا يعني ايه؟ يعني قررنا بعلمنا. يعني احنا قررنا كده بعلم يقابل القدرة. العلم ده مش عن نقص. العلم ده عن قدرة. قدرة ما تنقصش منهم حد. ايه اللي جاب العلم هنا؟ ان في الاخر بتاع اخر الآية وعندنا كتاب حفيظ. يبقى قدرة الله تبارك وتعالى وقوته وعلمه دول ما يفترقوش عن بعض. لا علم عن عجز ولا قدرة عن عدم علم ولا قدرة بعلم عن عدم قوة. ها قد علمنا كلمة عايزة ساعات شرح في الحقيقة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم.
يعني ايه؟ يعني هم احتملوا دي وهم بيقولوا ذلك رجع بعيد، احتملوا ايه؟ لعل وعسى. ما انت بتقول هتشهد عليك ايديك وهتشهد عليك لسانك مش كده برضه؟ يمكن جارحه ما تجيش، ولا الراجل خد بالك اللي مات ايده مقطوعه. يعني هو اتولد كده سليم واتقطعت ايد. مش كده؟ القرآن لما بيجي يوقع له بيقول له ايه؟ البعث عباره عن ايه؟ كما بدأنا اول خلق نعيده. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فانت هتيجي بايدك اللي انت مش عايزها دي. هو عايز يعني عايز يقول لك يحصل زي ما انت احتملت احتمال برضه كويس، يعني ممكن المطره تبوظ التراب فما ما ينفعش يبقى. اقول لك حاله غريبه جدا. مش في صناعات كتيره زي الازاز والسيراميك وبتاع قايمه على تراب وان انا باخد ده وبسيحه؟ تخيل حاجه كده من القرون السحيقه ودفن فيها ناس وبقى تراب من الاف السنين، وجت جرافات شالت التراب ده ودخلته واتعمل منه ازاز. يعني ممكن يبقى في البيت عند حضرتك في فازه كده فيها ورد واحد فيها بقايا بني ادم من التراب ده. ما ده عظمه هذا الخلق. لكن في البعث ايه؟ قال لك قد علمنا. علمنا يعني ايه؟ يعني قررنا وقدرنا عن قدره وعن علم وعن قوه. مش هتنقص الارض منهم حاجه. مش كان فيه في كتب الاثر قصه كده عن واحد لما جه يموت كان عمل وصيه لاولاده انه بقى تحرقوا؟ لا ده حديث صحيح، ده حديث صحيح عن الرسول. لا قال لهم فرقوني احرقوني وفرقوني ويرموا في كل حته مش عارف. ولما جمعه الله تبارك وتعالى بقدرته وقوته وعلمه قال له ليه كده؟ قال له بس خايف منك فادخله الجنه. قال له انا كنت خايف ما عملتش دي عن تكذيب بعث، بالعكس ده انا خايف من لقائك. فغفر الله تبارك وتعالى له. ودي حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بني اسرائيل. ودي حاجه تبين لك ايه؟ ان فعلا واما من خاف مقام ربه. يعني عارف الراجل ده خاف مقام ربه امتى؟ علاء وهو بيموت. فربنا اعتبرها له توبه. ما هي توبه. ما انت بص علاء، لما تكون بتنكر حاجة كل ما تكلمني عنها أقول لك ما تكلمنيش عن دي، وبعدين فجأة أقول لك وديني لهذا الشيء الحقني بيه أنا كنت غلطان، ما خلاص. ما هي التوبة إيه؟ راجعة، رجوع، عودة إلى الله. وعشان كده في حلقة من الحلقات أنا قلت لفظ، قلت إيه؟ لما تروح ما ترجعش فإنه يتوب إيه؟ متابة. خليك في المتاب ده. لما تتوب خليك في المكان الآمن ده. أنا شعرت أن متابة مكان آمن بعد التوبة. يعني متابة دي بعد التوبة الصادقة. فاللي هيفضل فيه كأنه إيه؟ واحد يقول لك يعني مش هنغلط؟ لا هنغلط. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فأنت أساسا حكاية التوبة، ودي برضه استعراض قرآني مبدع، جت إمتى حكاية التوبة على عند الكبائر؟ برافو عليك. ما جاتش بعد حاجات بسيطة. ما جاتش مثلا بعد إذا أنفقوا لم يسرفوا. ما قالكش وإذا أنفقوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لأن دي مسألة إيه؟ مقبولة إن واحد يبقى بخيل. يعني زي ما كانوا بيحكوا لنا الحديث أيزني المؤمن؟ قال نعم. نعم نعم الله عليك. الحديث مش كده خالص. الرسول سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. بخيلا؟ قال نعم. كذابا؟ قال لا. هما بيحكوه أيسرق المؤمن أيزني المؤمن؟ وبعدين بقى تسمع بقى أداء الشيخ ليها بقى. ذهب رجل إلى رسول الله نه وقال أيزني المؤمن؟ قال نعم. نعم تخيل رسول يقول لي نعم الصبح ويقيم عليا الحد بالليل. دي ناس معتيه. يعني تخيل واحد يروح يسأل الرسول أيزني المؤمن يقول له إيه؟ نعم أو بلى. مش كده؟ يزني. وبعدين لما يزني يقيم عليه الحد. اي فكر هذا؟ الخطاب الديني في ازمه. الخطاب الديني في ازمه صح. انما الحديث الصحيح في الاحتمال اللي انا وانت بنقوله ان مقلوب ومقبول. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا واذا اسرف ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. لا وجابها في الكبائر. انما جابها في الكبائر. ولما عمل التوبه عمل لك التوبه بصيانه احتمال ان الراجل ده تاب توبه ايه؟ نصوح. قال ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. كويس. احنا واقفين وقفه مهمه جدا عن التكذيب. ايوه الوقت خلص. احنا في قاف. طيب ماشي. لكن يعني
احنا بنحذر نفسنا ونحذر السادة المشاهدين ان التكذيب ده مش ان الانسان يكون كذاب، لا ده هو يعني في مسألة ان انت يعرض عليك النور، يعرض عليك الهدى، فتقول لا ده شيء غريب، ده منطق، ده مش أنا منطق. انا قبل ما تقفل هسألهم سؤال ونبدأ بيه الحلقة الجاية. ايه الفرق بين واحد كذب صراحة؟ أيوة. قال لعلاء انا لا يا علاء انا مش مصدقك، وواحد قال له انا مصدقك وما بيعملش باللي هو بيقوله، افتكر دي بقى. طيب ده موضوع يدخلنا بقى في التصنيفات، التكذيب، الشرك، النفاق، يعني ربنا يحفظنا. لكن تعالى نشوف الموضوع أبعاده إيه ونكمل إن شاء الله المسيرة الحلقة القادمة. نشوفكم بألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.